وبأول مساحاتنا الصباحية رح نحكي نير من يوم نحن عم نشهد جميع المجتمع السوري كتير مشاكل وأزمات، ولكن هي حتكون نقطة بداية لنقدر نلاقي حلول لحياتنا. دائما في أنواع كتير للأزمات وفي مشكلات، ولكن نحن منروح دائما أنه نلاقي حد ما تروح للتدهور ويصير المشكلة أكبر من حجمها. مندور دائما على حد أنه نقدر من خلاله نصلح، نلاقي شيء نطور ونعرف شو الأسباب اليوم مشكلتنا ونقدر نصلح. صحيح رشا، والأزمات هي مختلفة، وخصوصا نحن بالمجتمع السوري عم نعيش مختلف أنواع الأزمات. شيء منا بينشأ نتيجة الضغوطات المجتمعية والاقتصادية، وفي أزمات هي بتكون شخصية على صعيد العمل أو على صعيد الحياة الشخصية. رح نحكي كل هاي النقاط أكيد ونعرف كيف ممكن نحن نواجه أزماتنا. لهيك بيسعدنا نرحب بالدكتورة ياسمين بسامة الشلبي، اختصاص بالإرشاد وتنمية مجتمعية. يسعد صباحك. صباح. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم هيك حابين نستفيد من وجودك معنا، يمكن هيك حلول بسيطة نقدر نغير شيء كتير بحياتنا. بداية خلينا نتعرف أكثر على أنواع المشكلات والأزمات اللي ممكن تصادفنا بحياتنا. تمام. هلا نحن اكيد في عنا كم كتير كبير من الازمات والمشكلات اللي ممكن نحن تمر بحياتنا، انما اذا نحن بدنا نعدد تعداد فنحن عنا ازمات ماديه، ازمات معنويه، ازمات جزئيه، ازمات عامه كتير. يعني اذا بدنا نفوت بمتاهه التعداد فهن كتير كتار. اما الاشكال فمثل ما قلتوا حضرتكم، في اقتصاديه ماليه، في سياسيه، في اجتماعيه ضمن الوسط المحيط اللي نحن عايشين فيه. فنحن كتعداد ما رح نخلص تفصيل جزئيات فيهم. اما اذا نحن بدنا نحكي اللي لاحظته من خلال التقديم تبعيتكم، انه نحن نعرف نفرق بالضبط بين الازمه والمشكله، لانه نحن ما بنقدر نفرق بيناتهم، مشان هيك عم نوقع بالمتاهه وما عم نعرف نلاقي الحل. فإذا نحن بدنا نفصل تفصيل بسيط يوضح لكل الناس، فينا نقول إنه بداية المشكلة هي ظاهرة من الظواهر اللي هي إلها سبب واحد فإلها حل واحد، يعني ما لها مجزأة وما لها مفرعة. تمام؟ نذكر عليها مثال مثلا بالآخير، خلينا نعددهم وبعدين نذكر أمثلة. عندنا مثلا الأزمة، الأزمة هي عبارة عن عدة، هي ظاهرة فيها عدة أسباب من المشكلات، فحتوديني لعدة أسباب من الحلول، يعني ما لها حل واحد ولا لها سبب واحد. تمام؟ أما إذا بدنا نجي لموضوع القسم الثالث اللي هو عبارة عن الفوضى، يلي نحن الفوضى المتكاملة اللي بتجي بعد الأزمة، فهي عبارة عن عدة أزمات لهم عدة فروع، وكل فرع مفرع لأكثر من فرع، فنحن وقعنا بكم كتير كبير من المشاكل والأزمات اللي عم توصلنا لحلول مختلفة. يعني كل ما منلاقي حل بيطلع لنا فرع تاني، فمشان هيك أغلب الناس ما عم تقدر تتعامل مع المشكلة بالضبط. المشكلة إلى حل، الأزمة إلى عدة أسباب فعدة حلول، الفوضى هي متفرعة فعم تكون أكثر وأكثر. تمام؟ يعني مثلا إذا نحن بدنا نحكي عن مشكلة بسيطة مثلا ممكن نمر فيها بحياتنا اليومية، اي مثال فيكم تذكروا؟ اذكروا اي شغله انتم لعلى التعيين لنقدر نحددها بمتاهه المشكله والازمه والفوضى. هلا فينا ناخذها، بس خلينا نبلش بالشيء اللي احنا قادرين نلاقي له حلول. خلينا نقول مشكله بالمهنيه مثلا، بعملنا يعني. حلو. مع اصدقائنا، مع تواصلنا الاجتماعي. تمام. تمام، حلو كثير. اوكي، عندنا نحن مشكله معينه بالعمل، مع رب العمل او معنا، او نحن لنفرض نحن تيم واحد مع الزملاء. تمام، مع الزملاء. المشكلة هي أساسية، يعني هي ما نفرع على عدة أسباب. يعني حضرتك مثلا ما عندك مشكلة مع زميلتك بعدة نقاط، عندك مشكلة واحدة مثلا، لنفرض أنك أنت بتوصلي دائما قبل منه. تمام؟ فأنت عملية التحضير السريعة هي الصباحية مثلا ما عم تتم بيناتكم، فالتهيئة النفسية ما عم تصير. فهي إلى حل واحد، ما لها عدة حلول. التنظيم. تمام، التنظيم، الاتفاق على وقت مبكر أكثر، التدريب على انه نحن نتواجد. طبعا هذا الحكي موجه للطرفين مو لطرف واحد. تمام. فهي معناتها ما لها حلول اكثر من هيك، هي حل واحد. صحيح. طب لنفرض بالعكس مشان ما تزعل. تمام. صار في عنا عده قصص، يعني نحن متضايقين من فكره البكير ونحن ما عم نقدر نجتمع. خلال الحوارات مثلا حضرتها بتحاول انه تبين انه هي المعلومات اللي عندها اقوى مثلا، فانت ممكن انك تنزعجي، عم توصل رساله للعالم اللي عم تسمع انه عم يرد يطلع المداخله اللي عم تداخليها فيها شيء مثلا من عدم الصحه. هذا الشيء بده تنسيق، فصار عندنا مشكلتين. تمام.
الإضافة للمشكلة الثالثة إنه مثلاً بصير إذا شفتيها مثلاً متضايقة أو تعبانة بتوضحي لها وبتحكي كذا مرة، بتكرري كذا مرة خلال اليوم اللي أنت فيه، فعملياً صار في كم من القصص أنت منزعجة منها أو هي منزعجة منك، فأكيد بدها قاعدة وبدنا نقعد نحكي إنه هي إلى كذا وهي إلى كذا، معناتها المشكلة هي ظاهرياً نحن لبس نحددها ونعرف إنه هي سبب واحد، الحل صفي 50% اللي هو تطبيقه، تمام؟ أما الأزمة تحديد عدة أشياء لحتى وصل لعدة حلول، لأنه الأشياء اللي ذكرتوها كل قصة في منها إلى حل، تمام؟ أما إذا بدنا نجي لموضوع الفوضى، صار عنا كتير مشاكل، كتير تفريعات بالقصة، سواء كانت شخصية ولا مهنية ولا على صعيد التواصل بيناتكم، فكترت عملياً حضرتك لما عم تفوتي مثلاً على اللقاء أنت عم تكوني متوترة، لأنه في عندك كتير أسباب زعجتك مثلاً من زميلتك ولا مني ولا من أي حدا موجود، تمام؟ فأنت مالك على طبيعتك، ما حتكوني أنت بطبيعتك الأساسية، صح. فشو يفترض أنه هون يتساوى، هون البرنامج اللي احنا ندخل فيه كرعاية شخصية نفسية، اللي هي أنه أنا أقدر أتجاهل الأشياء اللي هي ممكن تزعجني وأفصل بالوقت اللي أنا المفترض هون. هلأ الناس ما ذنبها أنها تشوفني أنا متضايقة، وأنا ما بدي يكون أدائي أقل من أداء زميلتي أو من أدائي أنا بالشكل الطبيعي، لأنه أنا متعرضة لتوترات، تمام؟ فهون المفترض أني أنا أتجاهل هدول الأقسام الثلاثة، بس لنحن نعرف الفرق بيناتهم فمنقدر نحدد الحلول. يعني مثلا الأزمات أكيد ما أني أنا بس حدد الأزمة، حلها للأزمة اللي هي متفرعة لعدة أسباب، أني أنا حط بالأولويات شو العاجل اللي لازم ساويه بسرعة، تمام؟ بعدها بلش بالشي التدريجي اللي أنا لازم حددها 1 2 3، ما بنط على عالشي مثلا المهم العاجل هو اللي لازم يصير هلأ، تمام؟ بنجي لموضوع الفوضى يلي هو أنا ببلش بفند كل القصص والتفاصيل اللي أنا عم بتعرض لها، إذا أنا بعرف سلفا أنه الحوار عقيم مع الطرف الآخر فأنا بحاول بس أنقذ نفسي، يعني أنا أشتغل على حالي، أما بعرف أنه الحوار فعال فممكن أنه نتحاور سوا ونوصل لهي النقاط، بس طول ما أنا عم بتجاهل بفترات الضغوطات والأزمات الأشياء السلبية قدر الإمكان، كل ما أنا بكون فعالة أكثر. يعني مثل الوضع اللي عايشين فيه، إذا إحنا بدنا ناخده كوضع عام، قد إيه عم نمر بقصص، صحيح، قد إيه عم نمر بأزمات، في ناس تقدر أنه هي تتأقلم، في ناس لا، ما عندها هي المرونة، ما فيها أنها تتأقلم مع هاي الظروف. طيب كونه ذكرتي مصطلح كتير مهم ودائما نسمعه بموضوع الأزمات هو المرونة، تمام. خلينا نحكي شو نقصد بالمرونة بخلال الأزمات، وكيف نحن فينا نتبع هاي المرونة، يعني هل المرونة هي بتكون صفة ولا لا، في إجراءات أنا ممكن أعملها لحتى أكتسب هاي صفة المرونة؟ كتير حلو السؤال. المرونة هي شيء فينا نكتسبه، يعني هلأ أكيد في ناس عندهم يا من يعني بشخصيتهم موجود وبيندعم بالبيئة اللي هن عايشين فيها، إنما أكيد لما بيكون في عندي برامج ينشغل عليها على المرونة فحيكون في فعالية أكثر، فما عادت حكر على فئة معينة، صحيح. يعني أنا المفترض اللي عنده مرونة يتصف مثلا بأنه هو عنده قدرة على أنه يقوي حاله بحاله، يتعافى من أي ظرف بمر فيه، من أي صدمة بمر فيها، بيقدر إنه هو يطلع منه. لو هو أكيد إنسان طبيعي حيمر بأشياء تزعجه وتضايقه ورح يبكي ورح ينضغط، بس هو رح يقطع، يعني هو بيقدر إنه يقطع مثله مثل كل الناس الطبيعيين، حيمر بالظروف بالمراحل الأساسية. إضافة لأنه كفاءته ما بتتغير قد ما تغير الظرف، وعلى فكرة هدول الناس بصراحة إن مكروهين بالمجتمع، يعني لما لأنه لما الناس اللي نظرتها سلبية أو سلوكها سلبي بتشوف الناس الإيجابيين إنه لساتهم رغم كل شيء إيجابيين مستفزين بالنسبة لهم بيكونوا أنت عشو بهالوضع، إنه مع كل هذا الشيء أنتوا عشو عم تضحكوا، عشو مبسوطين، شو اللي مفرحكم؟ بس هي صارت عادة من عاداتهم وطبيعة من طبيعتهم إنه هن يتأقلموا، صحيح. مع أي شيء يصير إنه أنا فيني أتأقلم، فيني لاقي حلول، فيني ضلني محافظ على الكفاءة يلي عندي، وحتى بصير بالعكس لما بصير في ضغوطات أكثر بينجزوا بشكل أكبر، يعني هن بيعرفوا يتعاملوا مع الضغط حتى. فهي الكفاءات صراحة، وعفواً هي الصفة كمرونة نفسية كانت ولا مرونة اجتماعية، هي شيء كتير نحن بحاجته، لأنه نحن تواصلنا الاجتماعي لما ما عم يكون في فهم دقيق، لما ما عم يكون في نية إيجابية للطرف الآخر، هي أهم شيء يمكن اليوم، نية النوايا يعني، فعم ينفهم بطريقة مغلوطة،
فأنا ماني بصراحة مضطرة ضلني برر وضلني أقول لا، أنا المهم أنه أنا أشتغل بطريقة مزبوطة، والطرف الثاني إذا كان إيجابي رح يتقبل، أما إذا منظوره سلبي فهو مسؤول عن نظرته. أكيد أنا بحترم أي ظرف عم يمر فيه وأي شيء عم يمر فيه، بس ما بتبنى الحكي اللي عم يحكي. دكتورة حكيتي كذا نقطة، هلا اليوم خليني جزء لك الأسئلة. نحن بنظرة اليوم كل الناس قادرين نحن نجتاز كل أزماتنا ومشاكلنا، وقلتي كلمة الأصحاء قادرين إنهم يتعودوا يكون عندهم أكثر ليونة. الليونة والمرونة لحالها بحاجة لخبرات كثير قوية يعني طبعاً، وبحاجة لتدريب. من الأشخاص اللي دائما عند أول أزمة تروح للتضخيم وبتأثر على كل حياتهم، لأنه مأثرين لبعدين يعني. تمام. هلأ اللي متعرضين لصدمات بحياتهم أكثر من ناس بالأساس هن عندهم هشاشة نفسية، هدول الأشخاص معرضين لأنه ينصابوا بأمراض نفسية كتير كبيرة، حتى ممكن تأثر جسديا وصير في عندهم اضطرابات. طبعا أكيد نحن ما عم ننفي أنه الواقع صعب اللي نحن عايشين، ما نستهل، بس مثلا كمان أنا ما فيني غير نظرة الأشخاص. يعني أنا مسؤولة عن أني وصل المعلومة وعن أني أطرح أنه عندي هاي الضفة وعندي هاي الضفة، بس في ناس صراحة بتشوف الحكي هذا تنظير، تشوف ضفة واحدة أي تمام يعني. أنه تجي على أرض الواقع أنه لا، هذا الحكي ما أنه مزبوط. بس في دلائل كتير قوية بتقوي حكينا، اللي هي أنه أنا لما بشوف ناس عم تجي مستفيدين لمؤسستنا، في منه الناس ظروفهم تحت الصفر إذا بدنا نقول تمام، بس هن على أي نشاط ممكن نعمله أو على أي مبادرة أو على أي شغلة حلوة بدهم يساهم، مع أنه هن قدراتهم جدا ضعيفة يعني، لا المادية ولا الفكرية حتى، بس أنه شو فينا نساعد منساعد. يعني نحن إذا بدك بنوزع هدايا للأطفال، نحن إذا بدك بننزل نستقبل الناس هي وطالعة من تحت، أي شيء حسب الإمكانيات يعني. تمام. فهي الأشياء لما أنت بتشوفيها معناتها هون بقى القصة المادية ما عاد لها علاقة كظرف مادي، هي التأسيس النفسي كيف تأسس هذا الشخص. وإذا بدنا نذكر الصدمات النفسية فصراحة حكون أنا صريحة، لأنه الناس بتحب الوضوح، وخصوصا بهذا الوقت. يعني أنا من الناس هي السنة يلي تعتبر أكثر سنة تعرضت فيها للصدمات الأسرية والمهنية. يعني أنا عم تحكي على الصعيد الشخصي. نعم، على الصعيد الشخصي. على الصعيد الشخصي، بس هي الأشياء بوقتها طبعا مؤلمة. يعني أكيد أنا بشر بالنهاية، ما فيني نظر على العالم مؤلمة، بس أنا كيف تجاوزتها؟ أنه أنا مثل كل العالم حيكون عندي مشاكل وأزمات وفوضى متكاملة ومعوقات بحياتي، بس الطريقة اللي أنا بدي أتجاوز فيها، يا ترى أنا فورا بستسلم وبوقف عند كل مطب بيجيني، ولا أنا قادرة أني أنا التجأ مثلا. يعني بالنهاية صراحة قد ما كان في داعمين حوالينا، قد ما كان في من أصدقاء من أقارب من ناس من حبة من ناس حتى غريبة، نحن بحاجة لساعات نقعد فيها بيننا وبين حالنا. تمام. دائما لله يعني دائما بالدعاء بتحسي تماما. انه دائما بيفرج. تمام. هلا في ناس ما بتلتجئ للدعاء، بتلتجئ لخلوه ذاتيه، وفي ناس بتحب انه هي تدعي وتقرب. بصراحه هي الساعات هي بتعطي طاقه فظيعه للشخص، يعني بتمده بشيء. فهي كمان بالنهايه فتره اختبار، يعني الاشياء اللي عم نمر فيها هي اختبارات، فانا يا بدي اكون قده لهذا الاختبار يا اما اكيد رح انسحب ورح صير برا الدائره. فطريقه التعامل مع اي صدمه بدي افكر انا ماني لحالي، أنا مثلاً أهلي موجودين حوالي، فأنا أكيد بدي أكون داعمة، أنا أطفالي، أنا اللي بيحبوني. يعني هي يعني الحفاظ على الصورة، إنه أنا بدي حافظ على الصورة مو بس مشاني، مشان كمان اللي حوالي. تمام؟ تمام. يعني لا كان بدي هيك نستفيد من الدقائق المتبقية، وخلينا نقدم نصائح اليوم لكل الناس كيف ممكن يواجهوا أزماتهم. بنسمع أنه في طرق تقليدية لمواجهة الأزمة وطرق غير تقليدية، فبالوقت المتبقي ولو سريعا خلينا نحكي بهي النقطتين. هلأ أي حدا بيمر بأي أزمة، سواء كان درجة ثقافته عالية وعلمه عالي، أو هو إنسان ما عنده كتير من الخبرات، فطرته هي اللي عم تمشي، ضروري أنه يلجأ لأختصاصيين. يعني اختصاصيين ثقات يقدر انه هو على الاقل يفرغ لهم نفسيا، او حتى اذا هو مثلا موضوع الاختصاصيين عنده موضوع مغلق، فانا ضروري ما احط لحالي معوق فكري، انه شوف مين الناس اللي بتحبني وبتقدر تسمعني، بس ما تستغلني وقت يعني وقت الضعف. تماما، وقت الضعف. اذا انا متاكده انه هدول الاشخاص فعلا ثقات وبينحكى لهم اوكي، اما اذا ما لهم ثقات فانا بلجا لهذا الاختصاصي، وممكن هذا الاختصاصي لسه ينقلني لضفه الطبيب النفسي. يعني الناس لسه مفكره انه وضعنا
الناس عم تتحمل وعم تتأقلم. هو في ناس لا، في ناس أصيبت بأمراض نفسية جدا خطيرة وجدا مزمنة بسبب التراكمات، وتراكمات، لأنه هالتراكمات بالنهاية حتأدي لشرخ. وين الشرخ بده يروح؟ بده يروح فيني. فمشان هيك نحن فمشان هيك عم نحكي عن أنه تواصلنا الاجتماعي ضروري يكون فعال، ضروري أنا يكون عندي فهم دقيق. يعني أنا لما بجي بعرض أي قصة على أي شخص أو بدي أتواصل معه اجتماعياً، بدي انتبه على التوقيت اللي عم بطرح فيه القصة، على الانتقاد اللي بدي أطرحه، على أسلوبي، على كلماتي، على الوسط المحيط. يا ترى أنا بحكي معه بيني وبينه ولا لا بسمع كل الناس أنه هو عنده قصة؟ في فرق بين لما أقول لك أنا شفتك اليوم ما أنا كراي الصبح، خير صاير معك شيء مثلاً، وبين ما أنا أتركك تقدمي الحلقة لآخر البرنامج بدي أقول لك أنا مشغل بالي، أنا شفتك اليوم مصفرة، فإذا فيك تروحي على الدكتور بيكون كتير منيح، بتطمن عليكي. هذا الشيء اللي مفتقدينه صراحة، يعني هي الحميمية حناين، ناقصنا حناين. الله يبعث لنا حناين. آمين. تمام. والله يديم المحبة يا رب على الجميع. آمين. وبالأساس كل المشكلات اللي احنا حكينا عنها، كل الأزمات، كل التفاصيل بدها التجاء أكيد لرب العالمين. وبالنهاية كمان في برامج نفسية المفترض أنه نحن نشتغل عليها، برامج تأهيل اجتماعية. وبصراحة يعني سوريا رغم كل الظروف اللي نحن فيها، من جمعيات، من مؤسسات، من مبادرات، كله عم يشتغل. يعني صحيح. كل هاي الظروف اللي نحن نعتبرها أنه هي بمنظور الناس سيئة، بس هي على أرض الواقع في ناس كتير عم تركض لتساوي شيء. فيا ريت نضل نضوي على هدول الأشخاص، لأنه عن جد نحن بحاجتهم. هو ضيفنا جاهز صار معنا تطوع يكون معنا بتاني فقراتنا. دكتورة كتير شكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها، ودائما نحن بنقول دوام الحال من المحال، نعطي لحالنا فرصة ونعطي لبكرة يكون إيجابي بحياتنا. طبعا. شكرا لحضورك. شكرا لكم. شكرا.